أول حاجة أنا مع سعيدة شرف ما كاين حتى خلاف وما كاين ما نوضح، حيت كيفاش توضح الأم مع بنتها أو الأخت مع أختها؟ فهمتي يعني هنا كاين سوء تفاهم وصافي. هي ملي دوات مثلا في هذا ديال رمضان، برامج ديال رمضان تنسى ليا خيتو الكحال ولا مع هذا ياك، يعني هنا اسميتو يقدر كاينه في شي حاله نفسانيه اسميتو، ولكن راه فسرات للناس بانه ما قصداش وقالت لهم ما تدخلوش هذا، وفعلا شكون اللي تيدخل بين اللحم والضفر لو صخ؟ فهمتي ما كاينش شي حاجه بيناتنا، كاينه واحد الصداقه واحد الاخوه وكاين واحد الحب كبير وعزيزه عليا وتنموت عليها، واللي بغى يموت يموت في الله صافي الله. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.